في إطار برنامج إنعاش الاقتصاد لإخراجه من دائرة الأزمة، قرر البنك المركزي السوداني تطبيق نظام سعر صرف الموحد لكبح تقلبات سعر الجنيه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. فهل تمنح هذه الخطوة السودان شهادة الثقة من المؤسسات الدولية أم ستكون بداية تحد جديد مع ارتفاع معدلات الفقر؟ في خطوة لم تكن مستبعدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية في السودان، فلأول مرة قرر البنك المركزي السوداني خفض قيمة عملته المحلية، معلناً عن نظام جديد لتوحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي، وذلك عبر تحديد سعر أساسي يومياً بين البنوك ودور الصرافة بحسب سعر السوق. فبعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتعيين الحكومة الجديدة، جاءت هذه الخطوة تلبية لمتطلبات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي لمد يد العون ودعم الحكومة في جهود إصلاح الاقتصاد المنهك من عجز الموازنة والتضخم الذي قفز بأكثر من 300%، والخسائر التاريخية للعملة المحلية والتي تجاوزت فيها قيمة الدولار 390 جنيهاً، كما يساهم تحرير سعر الصرف الجنيه في ضمان تدفق المنح الدولية وتغطية الديون الخارجية التي تقارب 60 مليار دولار. تهدف سياسة المركزي السوداني من تعويم العملة إلى تحويل الموارد المالية من القطاع الموازي إلى الرسمي، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وجذب تحويلات العاملين في الخارج، إضافة إلى تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي والحد من عمليات تهريب العملة، إلى جانب المساعدة على إيفاء الديون الخارجية للسودان. لكن في المقابل العديد من المخاوف قد تقف عند تعويم الجنيه، وأبرزها الانخفاض الحاد في قيمة العملة التي تستقر قرب مستويات متدنية، مما يزيد من الضغوط على المواطن الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع تآكل قيمة الجنيه. الخبير الاقتصادي محمد البدري اعتبر في لقاء مع سكاي نيوز عربية أن قرار تعويم الجنيه في السودان خطوة إيجابية تفتح الباب لكسب ثقة المؤسسات الدولية وتشجيعها على تقديم الدعم والمنح لتحفيز الاقتصاد السوداني. الضمان الأساسي لنجاح هذه السياسة هو هذا الدعم الكبير من كل القطاعات، ولكن كما أسلفت لك لابد من البنك المركزي مع وزارة التجارة مع وزارة المالية من إنزال كل القرارات دفعة واحدة، مثل تحكم البنك المركزي في شراء الذهب وتصديره وشراؤه بالسعر العالمي أو السعر المجزي من المنتجين، يضمن للبنك المركزي استمرار التدفق للعملة الحرة. وكذلك لابد من الإعلان عن القائمة السلبية أو النيجاتيف ليست التي تخفف من الاستيراد. هنالك كثير من السلع غير ضرورية هي سبب الخلل الأساسي في الميزان التجاري، فلا بد من الإعلان عن هذه القائمة بالسلع الكمالية التي يفترض تمنع من الاستيراد حتى يتم اتزان أو التقليل الاستيراد الذي يؤدي إلى التقليل على الضغط على العملة الحرة. هذا القرار سيؤثر إيجاباً. في السابق كانت تحسب هذه الودائع على حساب 55 جنيه، والآن الحسبة عادلة توازي السعر الذي يمكن أن يجده المستثمر أو المودع في السوق الأسود، فقطعا هذا سيؤثر إيجابا على تدفق الودائع بالعملة الحرة، وأيضا سيشجع المؤسسات الدولية في الإقراض، وسيشجع المؤسسات الدولية في موضوع المنح. يعني البنك الدولي كانت واحدة من شروطه أن يتم تعويم سعر الصرف حتى يتم تحويل مبالغ دعم الأسر الفقيرة. في سياق متصل أكد البدري على أن نجاح التعويم يتطلب إجراءات سريعة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية للتخفيف من الصدمة على المواطن. تعويم سعر الصرف هو قرار تأخر كثيرا، لأن كل الدول المتقدمة والتي تقدمت
تم تعويم سعر الصرف فيها، حتى الدول الاشتراكية تم تعويم سعر الصرف فيها. فلا يمكن أن تكون جزء من المنظومة المصرفية العالمية وهنالك 3 أو 4 أسعار للعملات الحرة داخل البلد. فالقرار قرار سليم من حيث المبدأ، ولكن لا بد أن تسبقه سياسات قبل التعويم. لطالما تم قرار التعويم فلا بد أن تعقبه هذه السياسات بسرعة، ستكون مقاومة كبيرة جدا من السوق الأسود. فلا بد أن تنزل كل السياسات التي تخفف من هذه الصدمة دفعة واحدة. هذا القرار كان يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا إذا تم تعويم الدولار الجمركي مباشرة، ولكن يعني لحسن الحظ تم تعويم الجنيه دون تعويم الدولار الجمركي. فالآن السلع إلى حد ما قد أستطيع أن أقول لك أن أسعارها ثابتة. فالمستهلكين الضغط الموجود عندهم لم يزد، ولكن متوقع أن ينقص. نبقى في هذا الشأن السوداني، حيث استطلعت سكاي نيوز عربية آراء الناس في الشارع هناك حول قرار البنك المركزي السوداني بتحرير سعر صرف الجنيه. نتابع معا. لما يتعوم الجنيه على الأقل نحن هنقدر العملة تخش البنوك وتبقى العمليات كلها عمليات آمنة. دي كارثة، يعني إنه تحرير الصرف كارثة كبيرة على المواطن. يعني صراحة الوضع مأساوي لدرجة، المتضرر الوحيد المواطن اللي هو ما عنده علم أصلا بمعنى كلمة تعويم أصلا هي تعني شنو.